ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسعار العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني افتتاحية تعاملات هذا الأسبوع، ما هي التوقعات، ما هي البيانات على الأجندة الاقتصادية بعد حالة من التراجعات الطفيفة التي شهدها مؤشرات الدولار؟ نهاركم سعيد. بالفعل هذا الأسبوع وهو أول أسبوع في الشهر الجاري يعتبر مهم جدا من ناحية البيانات الاقتصادية، حيث اعتدنا أن نستقبل كل بداية شهر بيانات الوظائف الأمريكية. يوم الجمعة المقبل ستترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية مع توقعات أن تستقر البطالة عند 3.6%، لكن الوظائف المستحدثة أي أنها الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها الشهر الماضي من المحتمل أن تظهر تراجع في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله سيصدر يوم الجمعة المقبل، لكن يوم الأربعاء سنكون مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. محضر الاجتماع لا يتم من خلاله اتخاذ قرارات جديدة، لكن سيحاول المتداولون البحث عن أي مستجدات لم تظهر في القرار الأخير للفدرالي من خلال محضر الاجتماع. وفوق كل ذلك سوف نكون مع بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، مع توقعات أن يظهر هو الآخر تباطؤ ليؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة من التباطؤ القوي بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت انكماش في الولايات المتحدة بلغت نسبته 1.6%، وجاءت التقديرات النهائية بأسوأ من التقديرات الأولية، حيث ظهر بأن الاقتصاد الأمريكي انكمش بأكثر مما كان متوقع، وبالتالي ربما ستكون بيانات هذا الأسبوع فيها دلائل إضافية عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما قد يغير كذلك توقعات الاحتياط الفدرالي الأمريكي. نعم سركيس، فيما يتعلق أيضا يعني بعض التصريحات التي شهدناها في منتدى المركزي الأوروبي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وكان هنالك تركيز على المنطقة الأوروبية وعلى أداء اليورو مقابل العملات، ما هي التوقعات لأداء اليورو وماذا عن أدائه في النصف الأول من هذا العام؟ بالتأكيد نحن نرى بأن اليورو شهد ضغوط سلبية هابطة قوية خلال النصف الأول من هذه السنة لينخفض مقابل العديد من العملات والتي منها الدولار الأمريكي. الانخفاض في اليورو جاء بفعل تباين في توقعات المركزي الأوروبي مع الفدرالي الأمريكي. بحسب التصريحات التي صدرت الأسبوع الماضي، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأنه بالفعل من الممكن رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس الشهر المقبل. البنك المركزي الأوروبي تأخر كثيرا عن باقي البنوك المركزية، حيث قام الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة، بنك إنجلترا برفع الفائدة، أستراليا، نيوزيلندا وغيرها أيضا كلها قامت برفع الفائدة، لكن المركزي الأوروبي حتى الآن كل ما فعله هو تقليص في برامج التحفيز. لكن مع انتظارنا لهذا الشهر قد يكون رفع متواضع في أسعار الفائدة مقارنة باستمرار التوقعات أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة مرة أخرى ب 75 نقطة أساس. هذا كله يبقي على اليورو ضعيف. أود أن أشير إلى أن اليورو أغلق الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ عام 2002، وهذا ما يظهر الضعف الكبير الذي يعاني منه اليورو مقابل الدولار وعديد من العملات الأخرى. نعم سركيس، أيضا من الملفت كان هناك تحرك واضح للروبل الروسي الذي وصل لأعلى مستويه تقريبا في 7 سنوات، يعني تحاول روسيا تخفيف من هذا الارتفاع في أداء الروبل وفق أدواتها المتاحة، لماذا تحاول من تخفيض وتحديد سعر الصرف روسيا لأداء الروبل؟ الآن ارتفاع سعر صرف الروبل جاء ليس لظروف اقتصادية قوية أو ليظهر بأن الاقتصاد الروسي قوي، على العكس تماما. الارتفاع الذي شهده الروسي له أسباب تؤكد بأن اقتصاد روسيا يشهد مرحلة من التعثر استهلاكيا. فالارتفاع الكبير في الروبل الروسي جاء بسبب بقاء بعض الصادرات الروسية من الطاقة وغيرها، وهذا بواسطة طلب الروبل الروسي، لكن الطلب الروسي الداخلي انخفض، مما يعني بأن المعروض من الروبل الروسي انخفض بشكل كبير، وهذا الذي تسبب بارتفاع واضح في سعر صرف الروبل الروسي مقابل العديد من العملات والتي منها الدولار الأمريكي. لاحظنا الأسبوع الماضي القليل من الانخفاض في الروبل الروسي، هذا يبدو لنا بأن الروبل بدأ بالتحرك
نحو قليل من الضغط بعد إقرار حزم جديدة من العقوبات على روسيا شملت حظر استيراد الذهب من بعض الدول من روسيا، وهذا أثر بالسلب على الروبل الروسي. بالتالي الارتفاع الذي شهده الروبل الروسي لا يعكس قوة اقتصادية في روسيا، بل هو يظهر لنا انخفاض حاد في الطلب الداخلي في روسيا. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.